الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني في شرق الأقصر. وأثرت أن أنا أبدأ بسرعة بهذا الخبر لأنه ضيفنا العزيز يعني اللي احنا هنكلمه على الهاتف وفي الحالة دي بالمناسبة هو دكتور مصطفى وزيري، راجل بيصحى تقريبا الساعة 3 الصبح 4 بيصحى مش بينام علشان يبدأ عمله. وزي ما انتم عارفين دكتور مصطفى وزيري بيشتغل بإيده، يعني أظن انتم شفتوا أكتر من يمكن مقطع مصور قبل كده للكشوفات الأثرية اللي بنقوم بيها أو اللي بتقوم بيها تحديدا البعثات المصرية، تاني تحديدا البعثات المصرية، تلاقي دكتور مصطفى هو اللي داخل جوه الأنفاق وجوه المقبرة وجوه الحاجات اللي زي كده. طيب لاحظ انه خلال الفترة اللي فاتت دي الكام سنة تحديدا اغلب ما تم كشفه، انما الاغلب الاعم يجي 95% بس دكتور مصطفى هيصححني، بتقوم بيها بعثاتنا المصريه. دكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار واحد اهم علماء الايجيبتولوجي، اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، ومساء الخير للساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم. مساء الفل. انا كنت بقول هبدا اول حاجه بدكتور مصطفى لان دكتور مصطفى بيصحى تقريبا 3 الصبح، مش بينام 3 الصبح، ده بيصحى من قبل الفجر لانه بيبدا مهام عمله كده. فخليني الاول هسال الاول اقول لك مبروك على هذا الكشف الرائع، المدينه الكامله اللي موجوده في شرق الاقصر وهي تعود الى العصر الروماني. والسؤال يا دكتور، اولا اهميه هذا الكشف، اتنين برضو بعثة مصرية يا دكتور؟ طيب نبدأ بالإجابة بتاعة السؤال الثاني. ماشي. الحمد لله على مدار الخمس سنوات الماضية البعثات المصرية زي ما حضرتك تفضلت وقلت كان لها السبق وكان لها اليد العليا في كل، مش بس الاكتشافات وأعمال الترميمات اللي قدرت تبهر العالم، وأعمال إزالة الاتساخات والتكلسات وظهور نقوش وألوان لأول مرة كلها تمت بأيادي مصرية. ترميم المسلات بأيادي مصرية، التماثيل بأيادي مصرية، إزالة التكلسات واتساخات وظهور نقوش وألوان في جميع معابد مصر بأيادي مصرية. وخمسين بعثة أثرية مصرية على مستوى الجمهورية قدرت تعمل اكتشافات تبهر العالم وتاخد نمره واحد على مستوى العالم في كم الاكتشافات الاثريه، بالرغم من وجود 250 بعثه اجنبيه من 25 دوله، الا ان البعثات المصريه كانت لها يعني التفوق على جميع البعثات الاجنبيه ولله الحمد. طب اشمعنى ليه؟ اشمعنى ليه؟ سؤال حلو جدا. ماشي شكرا. هنبدا الاجابه. قولي. الحمد لله قدرنا ندي الثقه للمرمم المصري والاثر المصري ان هو يقدر يرمم ويقدر يكتشف وعنده الملكه وعنده الخبره وعنده الحنكه وعنده المعرفه انه يعتمد عليه. فالحمد لله بداناها ببضع بعثات، 3 7 10 ثم 20 ثم 40 ثم 50، فاحنا شفنا كم النتائج ايجابيه بشكل غير عادي وكلها تدرس عالميا في طريقه الحفاير وطريقه الاكتشافات وطريقه الترميمات. كلهم تدربوا فخدوا حاجه اسمها مدارس الترميم ومدارس الحفاير وقدروا يتفوقوا على نفسهم كلهم المصريين الحقيقه، وقدروا يعملوا شغل هايل جدا جدا جدا. الكلام ده مش بس اللي في الاقصر ولا في اسوان ولا في سقاره ولا في الغريفه ولا في ابيدوس ولا لا، ده على مستوى الجمهوريه ولله الحمد. طب دي حاجه محترمه. نرجع للكشف بتاع النهارده. بالظبط بقى. قول لي. استاذ يوسف، شرق الاقصر من المعروف انه في معابد الكرنك ومعبد الاقصر ويصل ما بينهم طريق الكباش. قدام معبد الاقصر كان في بيت اسمه ياس اندراوس. البيت ده له 70 80 حاجه كده سنه. المهم الحمد لله من سنتين محافظه الاقصر لها كل الشكر قامت بازاله هذا المنزل. استغلينا الفرصه لانه عارفين انه في تحته امتداد لمدينه طيبه القديمه،
وبدأنا أعمال الحفائر، بدأت ظهور مدينة سكنية ثم ورشة زجاج بترجع للفترة المصرية القديمة، ثم كان الموسم الأولاني. استؤنف العمل في الموسم الثاني اللي بدأناه في 1/9/22، بنتكلم على 4 شهور تقريبا، 5 شهور لغاية النهاردة. تم الكشف عن 1 أبراج حمام من أروع ما يكون، برجين، 1 القاعدة بتاعته 8 متر في 13، ونفس الطريقة اللي بنستخدمها احنا، الفخار والحمام اللي يتحط جواها ويتقفل عليه بالطين وما يسمى بجالوس. ثم لقينا مواقد لإشعال النيران ولفهر المعادن، ولقينا ورشة، بقايا ورشة لفهر المعدن سواء البرونز أو النحاس. ثم لقينا زمزميات زي أطفالنا اللي بيروحوا المدارس وبياخدوها معاهم بإيدين كده صغيرة جميلة، واحد يمين واحد شمال، بس معمولة من الفخار. لقينا مصاحن، ولقينا قواعد لطرق المعادن. المهم إن هو ده كشف هايل. لقينا بقايا قمح وعدس وفول في المدينة السكنية. المدينة السكنية دي امتداد لمدينة طيبة، مدينة سكنية هايلة متكاملة فعلا. الحفائر ما زالت مستمرة، كل ما بنتحرك جنوبا وغربا بتمشي معانا المباني السكنية. طب أهمية الكشف ده إيه؟ أيوة، لو بصينا لقينا كل سائحي السياحة الثقافية يزور معبد الكرنك، معبد الأقصر، مقابر وادي الملوك، حتشبسوت، الملكات، مقابر نبلاء، الأشراف، فبيتكلموا على إما معابد دينية أو معابد جنائزية أو مقابر. عايزين يتعرفوا كيف عاش المصر القديم، أوضة النوم بتاعته، المطبخ، الأكل اللي كان بياكله، حياتهم اليومية كان شكلها إزاي، الحمامات الرومانية الملحقة بالمدينة السكنية شكلها إزاي، بأرضها الفسيفساء، بالمنظر الدولفينز الجميل. لا ده فعلا حاجة رائعة جدا، ولكنها لم تتوقف حتى الآن. الحفائر مستمرة، لأنه واضح أن المدينة دي كمان مدينة كبيرة وليها أساسات تانية، يعني مدينة بترجع القرن الثاني والثالث الميلادي، دي قائمة كمان على مدينة طيبة اللي هي بترجع إلى الدولة الحديثة ومثل العصور المتأخرة. فالحفائر الحمد لله كبعثة مصرية هايل جدا 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 هذا الاكتشاف، ولله الحمد. إذن فلولا إزالة قصر أندراوس ما كنا شفنا هذه المدينة. الحقيقة هي ظهرت مباني لما كان البيت ده مبني من شقين، 2 قصر، واحد كان أزيل تماما في 2007 أيام الوزير المحافظ الأسبق الدكتور سمير فرج، وبدأنا ساعتها حفائر، وظهرت بداية أسوار طبلاب، لكن الشكل العام لم يكتمل المنظر العام والشكل العام إلا بعد إزالة هذا المنزل. فعرفنا نكمل حفائرنا ونعرف إيه اللي موجود، ودي امتداد فعلا لمدينة طيبة القديمة. أنا مش عايز أطول وعايز حضرتك تنام بدري قدر الإمكان، بس أنا فاضل لي سؤال يعني متعلق باهتماماتي أنا. الكشوفات الأثرية بتاعتنا بقى وبعثتنا، هل شغالة في سواحلنا على البحر المتوسط يا دكتور، سواء إذا كان شرقا أو غربا، شرق الدلتا أو غربها؟ إحنا شغالين في الدلتا، عندنا بعثات، عندنا في كوم الخلجان، عندنا في المنوفية، عندنا في الدقهلية، عندنا في كل حتة. طب لو اتكلمنا عن البحر، أيوة. طبعا ده احنا عندنا بعثة في منتهى الأهمية، والحمد لله ليها سنة وشوية بعثة مصرية للآثار الغارقة، بعد أن كانت حكرا على الأجانب لفترة تعدت يمكن 20 و30 سنة. لا دلوقتي عندنا الحمد لله غطاسين مصريين، عندنا أثريين مصريين بيعملوا حفاير في الآثار الغارقة، والحمد لله بداية الاكتشافات بداية مبشرة بالنسبة لهم. مش بس في البحر المتوسط، لا ده كمان شغالين في البحر الأحمر وبيعملوا حفاير وبيغطسوا، وفي حطام سفن و الحمد لله بدايات كلها مبشرة، لسه بادئين قريب، لكن احنا مش سايبين حتة فيك يا مصر بنعمل إلا بنعمل فيها حفاير، والحمد لله كانت تاني بعثات
مصرية. أصل بصراحة مشغول بالقصة دي ليه؟ لأن أنا قعدت قلت طب إحنا طول عمرنا ونحن نعلم تاريخياً إن إحنا في عندنا بطلمة وعندنا رومان وعندنا طبعاً حضارتنا المصرية القديمة، ده بخلاف بقى الحضارة يعني الآثار القبطية والإسلامية وهكذا، حدث ولا حرج. إنه نفسي الناس لما تيجي عندنا في سواحل المتوسط أو الأحمر ما تمارسش بس سياحة الترفيه والشواطئ أو الغطس العادي، كده ممكن يبقى في غطس ثقافي كمان، يعني يغطس عشان يتفرج على آثار ولا إيه؟ لائحة المجلس الأعلى للآثار فيها لمن يرغب بالاشتراك كي يغطس مع الغطاسين بتوعنا الأثريين، يغطس يبص على بقايا الآثار اللي موجودة تحت المية. فعلا عند حضرتك حق تماما انه دي سياحة معينة، سياحة مش بس دايف عشان يشوف شعاب مرجانية وكائنات المرجان والشعب المرجانية والى اخره، لا ده كمان احنا عندنا الادارة، ادارة الاثار الغارقة اللي موجودة في اسكندرية والقائمين عليها هي ممتازين الحقيقة، بينزلوا لاعماق متدربين تماما، فبيصطحبوا بعض السائحين لمن يرغب في السياحة الثقافية بالنسبة للغارقة للآثار الغارقة. ده فعلا عند حضرتك حق، واحنا ده اللي احنا بنعمله في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط. ألف 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 مبروك أولا، وألف شكر على هذا الجهد العظيم اللي مبذول من خلال بعثاتنا المصرية في الكشف عن حضارتنا القديمة، وشكرا على المكالمة يا دكتور. ألف ألف شكر. شكرا ليك يا دكتور مصطفى، كل الشكر دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.